كما اختتم سريع غليزان سلسلة تحضيراته لمباراته المتأخرة أمام شباب الثورة وسط أو شبيبة الثورة وسط تفاؤل بين اللاعبين والطاقم الفني بتحقيق نتيجة إيجابية لإبعاد الفريق عن منطقة الخطر رغم صعوبة المأمورية أمام منافس يحسن التفاوض بميدانه. الحصة التدريبية الأخيرة غاب عنها اللاعب إسحاق قبلي المصاب والذي سيغيب عن مباراة شبيبة الثورة. حمزة زروقي حضر الحصة وبعث بالتالي. GS Saoura, c'est une équipe qui joue bien au ballon et depuis l'arrivée de leur entraîneur, il y a une bonne dynamique de jeu en dom, ils ont fait des très bons résultats. C'est une équipe qui m'a cru spectaculaire dans son jeu. Ça veut dire que tu contre Liaisement. حاجة مليحة زعما تربح 2-0 كونت ليزمون والشعب تاعنا فرحناه وكاع ان شاء الله انا رايحين نديرو ريزيلت ان شاء الله الثورة سي اومون نجيبو ريزيلت بوزيتيف انا رايحين باش نحققو نتيجة ايجابية على الاقل نجيبو على الاقل نجيبو يعني كيما يقول لك ان بوم جوجين ان شاء الله والا جات لا 3 بوم مرحبا بها ان شاء الله وما باش نبعدو من منطقة الخطر ان شاء الله يا ربي ونفرحوا هذا الشعب ما نجي في دو ضحية عارفين بالمأمورية المهمة ان شاء الله احنا رانا نخدمو ونابليكيو واش يقول لنا الطاقم الفني ان شاء الله وإن شاء الله نكونوا على وتر إن شاء الله نهار الماتش.